من حق الشركاء الاخرين باش يعطيوا راي في من سيرأس الحكومة. شكون الشخصية هذه تنجم تكون جامعة محمد سلمى ولا هنا مربط الفرس؟ مش موج انا تو دوري مانيش باش نقترح على الائتلاف هذا اسماء قبل لانه قاعدين نسمعوا في برشا اسماء من كواليس النهضة، فما حديث على سمير ديلو، فما حديث على عبد اللطيف المكي، فما حديث كبير على الأستاذ رشد الغنوشي رئيس الحركة، في الوقت اللي كل منافسيكم السياسيين والأطراف الأخرى اللي تنجم تكون معاكم في الحكومة القادمة تقول لك راهو إذا كان تحبوا تعملوا حكومة فيها رئيس متاعها من النهضة لن نشارككم الحكم. محمد بن سيد، أنا نقول الأهم مش الأهم، المسألة المهمة أنه نتفق من حقهم باش يعطيوا رأيهم في رئيس الحكومة. هذا من حق، أنا أعتبر أنه الكلام اللي يقول مش من حقهم وهذايا معناها حقنا اللي لا نقاش فيه أنا ما نوافقش عليه. احنا من حقنا باش نقترح الشخصيات من داخل النهضة اللي يكون حولها إجماع، اللي يكون حولها رضا، والأسماء اللي اعطيتهم الكل ممكن يكونوا في هذا الجانب، وممكن للشركاء باش يعطيوا رايهم فيهم، وإذا قبل حد من النهضة فأنا نقول يحبذا باش مسؤولية النهضة تكون ما فيهاش نقاش بعد. دونك أنا نقول بمصلحة الأسماء هذه بما في ذلك الأستاذ رشد غنوشي رئيس الحركة. إيه هو تطرح هو تطرح وهو أبرز اسم مطروح إلى حد الآن. أنا مثلا مانيش مع هذا المقترح، مراش أنه الأستاذ راشد هو اللي يقوم بالمهمة هذه، نجم يقود السفينة في المرحلة الجاية. اي من انا ما نشوف شخصيا، ولكن على كل حال اذا رضوا به الشركاء الاخرين انا نعتبر الشرط الاساسي هو رضا الشركاء. انا من ما نفهمش كيفاش نتشارك مع ناس ونقول لهم اشرب ولا طير قرنك. هذا الرئيس ما عندكش احتراز على بقيه الاسماء المطروحه كما سمير ديلو، كما عبد اللطيف المكي، كما عبد الكريم الهاروني، كما زياد العذاري؟ انت توليت جبت لي لان هذه الاسماء المتداوله محمد مسل. انا تو نحن نبحث عن الخبر اليقين بشوي الكلام، وانت تمثل مؤسسه مهمه في الحركه اللي هي شورى النهضه. ولو الكلام نقوله داخل المؤسسه ونعطي رايي في زيد وفي عمر. انا اعطيت بعض الواحد، انا مثلا اعتبر اللي الناس اللي كانت في التوافق بشكل اكثر من التوافق، يعني التذير للنداء، انا ما نشوفهاش قادره الان تقود الفتره اللي المزاج نتاعها ثوري. المزاج الفتره هذه الناس اللي طلعت في الانتخابات اللي نجحت في الانتخابات الكل هي مواليه للثوره، ما نجموش احنا نجيبوا لهم شخص. مانيش بنذكر اسماء، نشوف فيك تضحك. لا اللي فهمته من كلامك انا فما ثلاثه اسماء غربلتها. انا لا قلت لا ثلاثه لا اربعه، هي رشد الغنوشي، انا ما قلتش عبد الكريم الهاروني وزياد العذاري، هذا اللي فهمته من كلامك. باهي افهم اللي يضر لك، انا مسؤوليتي في الكلام اللي نقوله. انا قلت مثلا مبدئيا مزاج الناس، وعدنا الناس قلنا لهم غلطنا، قلنا لهم صحيح تبعنا الواحد كنا مضطرين لذلك، الان ما عادش مضطرين، فبالتالي ما يجيش بنفس الشيء تبني هذا وتبني هذا. فما ناس برعوا في مسألة التوافق اللي المؤسسات بعد سمات توافق مش توافق، قالوا احنا كنا في فترة توافق مش توافق. هذه المؤسسات وافق ولا تنافق محمد مسل؟ لا لا وافق، ما قالوش تنافق، قالوا وافق عوض توافق. هذه المؤسسات قالت رانا ما كناش في فترة توافق بل كنا في فترة توافق. لي جون كي اون اكسيلي في هذا المجال اللي برعوا في هذا الامر ما نجموش نقترحوهم معناها حوكي وحرايري، فهمتني؟ يعني الحركة فيها طاقات عديدة والحمد لله هنا لومبارا دي شوا. سمير ديلو من بين هذه الطاقات اللي انت عندك فيهم ثقة، تقدر تقول عبد اللطيف المكي كذلك، بالتالي وربما اخرين. انا مانيش باش نعمل قائمة حصرية، ولكن أكثر حزب في البلاد هذه فيه طاقات وفيه رجالات دولة قادرين يقوم بالمهمة هذه هو حزب حركة النهضة.